تأكيد لفريق الجهوي لتسجيل المشروع عن عدم التزامي بحضوري معكم في هذا اليوم، وذلك رجع الإكراهات والتباطات مهن المخارج عن إرادتي. ثانياً، الحق أقول وأثقكم القول، لم أتخوف يوماً من كلمة كما هو الحق عليه اليوم، والسبب راجع لصعوبة المهمة والموقف. فمن الصعب ما كان هو أن يتكلم أحد منا عن فقيد من المرحوم سعد القادر، ونتمكن من ذكره بكل إخلاص لذكر صفاته وخصاله ومواقفه وإنجازاته. حقيقة لم تتألم أقدر أن أحظى بشرف العمل بجانبي إلى جانب مع الفقيد واشتغل عن قرب معه. الفقيد يعتبر شهيد، فعلا سعد القادر رحمه الله هو شهيد الواجب الوطني، شهيد أسرة الكاملين، من منا يتمنى أن توفيه الدنيا وهو يشتغل وهو يضحي ويعطي أفضل ما لديه لهذا الوطن وأبنائه. فمن خلال ما تمكنت أن أتوصل إليه عبر كلام مع ثلث من أصدقائه وزملائه ممن عاشروه وعمل معه جنة الجنة، أعطاني إحساسا بكل صدق بالفخر أنني اشتغلت يوما في فريق عمل كان يضمه قيد حياته. سعد القادر رحمه الله كان ذاك الأستاذ والمدير، كان ذاك القائد المدير المحفز الناثر لذاته، القيادي الرجل المتواضع الذي يقوم بكل المهام وينم عن الجميع كل ما دعا في الضرورة لذلك. كان يقوم به بكل فرح وحب وافتخار. كان يحفز يشجع ويدفع بزملائه للأمام. كان وقته كله لمؤسسته وعمله، بحيث كانت تعتبر مؤسسته كبيت ثاني. والغريب والجميل في الأمر أن من خلال كلامي مع الأستاذة القطبي البارحة قالت لي بأن كل نعرفه على سعد القادر كان قليل جدا بالنسبة لما عرفناه بعد وفاته، لأن بعد وفاة المرحوم تمكنت من معرفة ما كان يقوم به من تبشيرات ومساعدات وتدخلات لأخرى في التعليم ولزملائه. رحم الله الفقير وأسكن في الساحل فتيح الجنان، ولكي لا ننسى جميعا فأكيد أن المرحوم كان قيد حياته مدير مؤسسة تعليمية عمومية، ولكن لا يجب أن ننسى أنه كان ركيزة من ركائز ورش وطني كبير، ورش يعوض عليه من أجل إصلاح المنظومة. كان مشاركا حاضرا منخرطا متحمسا ومعطاء ومضحيا من أجل إنجاح هذا الورش. أكيد سيدتي أرملة الفقيد وابنتي نهيرة أنتن مسلمات في فقدان سعد القادر وباقي أفراد أسرته الصغيرة كذلك مكرومة، ولكن الأسرة الكبيرة أسرة التربية والتعليم وأسرة مشروع التعليم السالمي مكرومة أيضا ونفتقد وسنفتقد في كل مرحلة من مراحل النجاح التي نعيشها مع المشروع مع روحي وذكرى. ولكن سيدتي وابنتي كلمة من طرف السيد مدير الأكاديمية، فيمكن اعتبار ما قال لي زوجتي سيدتي وأبيك ابنتي أنه لأبناء هذا الوطن بمثابة صدقة جارية على روحه مليون كلنا. فأداؤنا واحد في فقدان المفهوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.